عليكم جولتي في أرخص سوق في الإسكندرية المعروف باسم سوق الساعة بكرموز. السوق ده متوفر فيه كل شيء ولكل الأعمار وبأرخص الأسعار، كل الناس عارفاه في إسكندرية وبتروح له لأن فيه كل أغراض البيت وكل أغراض أفراد الأسرة موجودة ومتوفرة جدا في جميع الأعمار. إزاي نروح سوق الساعة بكرموز؟ ممكن نروح عن طريق المشروع بنركبه من محطة مصر من عند صيدلية اسمها صيدلية الحجاز. الصيدلية دي في أول شارع الخديوي اللي هو بجوار بريد محطة مصر. هي مسافة بسيطة، المشروع بيروح لغاية سوق الساعة بحوالي 10 دقايق بس. ودلوقتي يلا بينا نشوف جولتي في سوق الساعة. بص يا مدام، بص كده، كل ده نص كم، ده فوقها ده نص كم، بجوه نص كم اهي. معايا سباين، بقول لك. طب انا معايا سباين اسيبها لمين؟ بص انت ايه، اديني فكره عن ايه الحاجات، اسعارها متفاوته نص كم يعني. 65 لا شاور لي على ايوه، نص كم كله ب 65، والكم كده كله ب 75. ال10 دول اسعار تانية. اسعار ايه؟ اسعار تانية كده 130، كده 75، كده 110، كده 130. واللي جوه دي نفس الاسعار؟ انا بقول لك النص كم كله ب 65، والكم كله ب 75. كله بسعر واحد، والكم ونص الكم ب 70، تمام؟ عشان يبان. ماشي حبيبي، او طلع لي واحد كمان، طلع لي الاحمر كده. تمام. اقسم بالله العظيم عايزين نجيبها تاني، وانا مش لاقي منها كام جنيه 110، لا عايزها ب 160 جنيه في المنطقه.
جنب 370 ان شاء الله ده اخر كلام فيه دي اللي معروضه بره بكام جه لو تعلقها بره زيها Thank you.